السلام عليكم. جماعة الحوثي في اليمن أشعلت الموقف بوجه الولايات المتحدة الأمريكية مرة أخرى، وذلك من خلال استهداف إحدى مدمراتها في البحر الأحمر. الاستهداف هذه المرة جاء على المدمرة الأمريكية USS لبون. القيادة المركزية الأمريكية هي التي أكدت تفاصيل ما جرى تجاه هذه المدمرة الأمريكية، وكانت الهجمات التي قامت بها جماعة الحوثي يوم أمس هي عبارة عن مجموعة من الهجمات. أولى هذه الهجمات كانت عبارة عن صاروخين من الصواريخ البالستية المضادة للسفن. أكدت القيادة المركزية الأمريكية بأن هذه الصواريخ انطلقت باتجاه خطوط الشحن في البحر الأحمر. لم تكن هنالك أي إصابة لأي سفينة في هذه المنطقة، ولم تكن هنالك تقارير أكثر عن مسألة أي إصابة أو انفجار من أي من السفن الموجودة في هذه النقطة. ولكن بعد ذلك في الساعة وما بين الساعة الثالثة إلى الساعة الثامنة مساء بتوقيت صنعاء، كانت هنالك 4 طائرات مسيرة مفخخة انطلقت من مناطق سيطرة جماعة الحوثي وجاءت مباشرة لتستهدف المدمرة الأمريكية USS لبون التي انتشرت مؤخرا في الأيام القليلة الماضية في منطقة العمليات في البحر الأحمر. وبمجرد ما وصلت إلى هذه المنطقة تم الإعلان عن الحلف الذي تقوده طبعا الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة ما يقارب 29 إلى 30 دولة في هذه المنطقة. جاءت الطائرات المسيرة بشكل مباشر بحسب ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية، وطبعا المدمرة الأمريكية قامت مباشرة وبتقنياتها التي تتمتع بها قامت بتدمير هذه الطائرات. لا إصابات، لا جرحى، ولم تكن هنالك أي إصابة مباشرة على المدمرة الأمريكية. وهذا الهجوم كان مباشرا، والقيادة المركزية الأمريكية لم تضع أي شكوك حول طبيعة توجه هذه الطائرات المسيرة أو نوايا الطائرات المسيرة، ما إذا كانت فعلا على المدمرة أو غيرها. قالوا جاءت بطريق هذه المدمرة، وتمكنت المدمرة طبعا من إسقاط هذه الطائرات المسيرة. موقع المدمرة الأمريكية عندما قاموا باستهدافها يوم أمس هي كانت بحسب خارطة انتشار القطع العسكرية البحرية الموجودة هنا في هذه المنطقة، كانت USS لبون كما تلاحظون هنا من خلال التسجيل الخاص بها. هذه المدمرة الأمريكية كانت موجودة هنا بهذا الاتجاه للتأكد من أنها فعلا كانت في هذه النقطة. ستلاحظ هذه صورة أوضح USS لبون وعلى طبيعة تواجدها. وبالتالي جماعة الحوثي فعلا هذه المرة قاموا بمهاجمة مدمرة أمريكية أخرى، وهذه ليست المرة الأولى التي تقوم بها جماعة الحوثي منذ بدء الأزمة والحرب في قطاع غزة في استهداف المدمرات الأمريكية لا أبدا. على سبيل المثال في 14 ديسمبر القيادة المركزية الأمريكية سبق لها وأن أكدت بأن كان هنالك هجوما في 13 ديسمبر على USS ميسن بطائرة مسيرة واحدة مفخخة، وطبعا المدمرة تمكنت من صد هذه الطائرة المسيرة. وسبق أيضا قبل ذلك كانت هذه المدمرة متواجدة في خليج عدن واستهدفت بصاروخين بالستيين، ولكن هذه الصواريخ لم تصل لهذه المدمرة الأمريكية. أيضا كانت هنالك طائرات مسيرة مفخخة سبق وأن وصلت وكانت باتجاه USS كارني الأمريكية. وبالتالي استهدافات مباشرة على القطع البحرية الأمريكية دون خوف طبعا من قبل جماعة الحوثي. والهجمات لم تتوقف عند هذا الحد، فبعد الهجوم بالصواريخ البالستية المضادة للسفن وكذلك بالطائرات المسيرة على المدمرة الأمريكية USS لبون، كان هنالك هجوما بطائرتين مسيرة أخرى إضافية جاءت أيضا من مناطق جماعة الحوثي وسيطرة جماعة الحوثي واستهدفت مباشرة إحدى الناقلات النفطية، وهي ناقلة نفطية تابعة لجمهورية الجابون وهي تحمل العلم الهندي، بالإضافة إلى ناقلة نفطية أخرى وهي تحمل العلم النرويجي ومملوكة طبعا من قبل النرويج. جاء طائرة مسيرة على السفينة التي هي مملوكة من جمهورية الجابون، و طائرة مسيرة أخرى استهدفت أيضا الناقلة النفطية النرويجية. وليس واضحا طبعا إذا ما كانت قد أصابت هذه الطائرات المسيرة هذه السفن، ولكن ما هو واضح من هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية بأن لا قتلى ولا جرحى والسفن لم تغرق. عادة الطائرات المسيرة عندما تأتي على السفن لا تخطئ أهدافها أبدا، لديها دقة عالية في عملية الاستهداف. بالتالي يجب أن لا نستغرب إذا ما كانت هنالك استهدافات مباشرة على هذه الناقلات
التي ذكرناها. بالتالي نحن نتحدث عن سلسلة من 3 هجمات، والهجوم على الناقلتين جاءت في الساعة 8 مساء من يوم أمس، أي 23 ديسمبر بتوقيت طبعا صنعاء. وهذه الهجمات التي جاءت من جماعة الحوثي هي تأتي بعد صمت من جماعة الحوثي في مسألة الهجمات. توقفت هجمات جماعة الحوثي من 19 ديسمبر، أي بعد وصول حاملة الطائرات الأمريكية العملاقة USS دوايت آيزنهاور التي تمركزت في خليج عدن ومعها العديد من المدمرات الأمريكية، وانتشار كبير طبعا للمدمرات الأمريكية في هذه المنطقة بشكل عام من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا وفرنسا، انتشار هائل. أعلنوا عن حلف وبدأوا يرسلوا رسائل لجماعة الحوثي منذ 18 ديسمبر بأن ستكون هنالك ضربات مباشرة على قدرات جماعة الحوثي في استهداف السفن بشكل عام. ولكن ما هو مثير، منذ ذلك الحين، منذ 18 ديسمبر إلى يوم أمس، بل إلى هذه اللحظة التي نتحدث بها، الولايات المتحدة الأمريكية وهذا الحلف بشكل عام لم يقم بأي استهداف تجاه جماعة الحوثي، وجماعة الحوثي أيضا لم يتم إدراجها في قوائم الإرهاب بأي شكل من الأشكال. لا، بل إن في اليومين الماضيين الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث عن فكرة بأنه يجب أن يكون هنالك اتفاقا جديدا لإطلاق سراح المزيد من الأسرى، ويوم أمس كان هناك تصريحا واضحا واتصالا مباشرا حقيقة، تصريحا وبيانا رسميا صادرا من البيت الأبيض أكد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن اتصل برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتحدثوا عن مسألة ما تبقى من الرهائن، بأنه يجب أن يكون هنالك إطلاقا لسراح الرهائن. وهذا أعطى رسالة واضحة لجماعة الحوثي بأن ليس هنالك أي رغبة من الولايات المتحدة الأمريكية للتصعيد على جماعة الحوثي لتشتعل وأن تكون هنالك إمكانية لحرب إقليمية ممكن جنوب لبنان أن يتصاعد مع شمال إسرائيل. وهذا يوضح أن الولايات المتحدة تبحث نوعا ما عن إقناع إسرائيل بالتوجه إلى هدنة جديدة من أجل إطلاق سراح المزيد من الرهائن من متعددي الجنسيات، منهم من الأمريكيين طبعا كما أكدت الولايات المتحدة الأمريكية في أوقات سابقة. وبالتالي هذا أعطى رسالة لجماعة الحوثي أن ليس هنالك أي تصعيد، وجماعة الحوثي عادت وعادت بقوة باستهداف الناقلات النفطية وحتى استهداف المدمرات الأمريكية كما نتحدث اليوم. وما هو مثير في هذه المسألة أن إيران أيضا استغلت هذا التباطؤ الأمريكي في توجيه أي ضربة لجماعة الحوثي أو التصعيد وفكرة الرهائن وإطلاق سراحهم، وقامت هي الأخرى باستهداف مباشر على إحدى الناقلات النفطية بحسب هيئة العمليات البحرية البريطانية التي أكدت يوم أمس أن هنالك هجوما قد تم هنا بالقرب من السواحل الهندية. والوول ستريت جورنال جاءت بتفاصيل أكثر حول هذا الهجوم وأكدت بالضبط ما جرى، والاستهداف كان باتجاه كيم بلوتو، هذه الناقلة النفطية التي ترونها أمامكم، وهي ناقلة نفطية تحمل العلم الليبيري ومملوكة من اليابان وتديرها هولندا. وهذه الناقلة النفطية كانت متجهة من المملكة العربية السعودية إلى الهند كما تلاحظون، وعملية الاستهداف كانت بهذا الاتجاه تحديدا، أي تقريبا على مسافة 200 ميل من السواحل الهندية، يعني 321 كيلومترا تقريبا. وجاءت طائرة مسيرة مفخخة انطلقت من الأراضي الإيرانية كما أكدت الوول ستريت جورنال، وقامت فعلا بتحقيق إصابة مباشرة على الناقلة النفطية. مرة أخرى، هذه الناقلة النفطية لم تغرق ولم تكن هنالك أي خسائر على مستوى الأرواح أو حتى جرحى بأي شكل من الأشكال، وقالوا بأن الأضرار هي كانت عبارة عن أضرار طفيفة، وكانت هنالك حتى لقطات قد صورت لهذه الناقلة توضح فعلا بأنها لم تغرق، الضرر لم يكن كبيرا على هذه الناقلة. ولكن ما هو مثير بهذه المسألة أن التفاصيل التي نشرت من الوول ستريت جورنال التي تقول فيها بأنها مملوكة من اليابان وتديرها هولندا بشكل يوضح بأن إسرائيل لا علاقة لها بهذه الناقلة، لأن إسرائيل رادار نقلت طبعا من القناة N12 العبرية لتؤكد بأن هنالك ربطا ليس واضحا مع إسرائيل، هنالك نوع من الارتباط
بإسرائيل بهذه الناقلة. وطبعا إيران تركز تماما عندما تصيب أهدافها تصيب السفن الإسرائيلية، فعلت نفس هذا الأمر في 25 نوفمبر بعد اشتعال طبعا حرب غزة في 7 أكتوبر، وبعد كل ما شهدناه من العملية الكبيرة التي قامت بها الفصائل الفلسطينية على العمق الإسرائيلي. وكالة رويترز أكدت آنذاك بأن كان هنالك هجوما مباشرا بطائرة شاهد 136 المفخخة التي أصابت هذه الناقلة لناقلة الحاويات الإسرائيلية CMA CGM، قاموا بإصابتها بشكل مباشر، وكانت هنالك أضرارا أيضا قد طالت هذه الشحنة الكبيرة للغاية. أيضا الجانب الإيراني واضح أنه استغل نوعا ما التباطؤ الأمريكي الموجود في هذه المنطقة، وظهروا بتصريحات أكبر بكثير مما يتوقعه أحد. التصريحات كانت صادرة من هذا الرجل وهو نائب منسق الحرس الثوري الإيراني محمد رضا نقدي. هذا الرجل بحسب وكالة تسنيم الإيرانية وضع تصريحات مثيرة تذهب إلى أبعد من الخليج العربي وبحر العرب وحتى البحر الأحمر. فما تحدث عنه هنا نقدي، قال ببساطة بأننا حققنا لكم كابوسا وسببنا لكم كابوسا في الخليج العربي وفي مضيق هرمز، وأيضا نفس الشيء أغلقنا تقريبا البحر الأحمر ووضعنا حصارا ليس فقط على البحر الأحمر وإنما مضيق باب المندب. إن استمرت الحرب على قطاع غزة واستمرت إسرائيل بالقيام بما تقوم به فإننا سنقوم بمحاصرة البحر المتوسط هذه المرة، وكذلك سنفعل نفس الشيء الذي فعلناه في مضيق باب المندب سيكون حاضرا في مضيق جبل طارق وممرات مائية أخرى. وهذا توسع كبير وكلام كبير من قبل الجانب الإيراني. مضيق جبل طارق هو المضيق الذي طبعا يفصل بين أوروبا وبين أفريقيا، وهو يعتبر أقرب نقطة للقارة الأوروبية مع القارة الأفريقية هنا. وهذا المضيق أيضا له أهمية كبيرة للغاية لأنه يربط بين البحر المتوسط والمحيط الأطلسي، وتمر طبعا ويمر من هذا المضيق العديد تجارة عالية للغاية. نتحدث عن سدس التجارة العالمية تمر يوميا من هذا المضيق، بالإضافة إلى ذلك بأن 50% من النفط في العالم يمر عبر هذا المضيق. أهمية استراتيجية كبيرة للغاية لهذا المضيق، وإيران تتحدث عنه الآن بشكل مباشر وبشكل مثير للغاية. وشركات الشحن، وطبعا هذه ستعتبر مشكلة كبيرة إذا ما أخذنا بهذا المعطى وبهذا الكلام من قبل الجانب الإيراني، ستشكل مشكلة لإسرائيل، لأن إسرائيل الآن تعتمد على الموانئ الخاصة بها المطلة على البحر المتوسط بعدما قامت جماعة الحوثي تقريبا بإغلاق ميناء إيلات الذي لم تعد الشركات الشحن الموجودة على مستوى العالم من إرسال شحناتها إلى ميناء إيلات، توقف تماما من استلام أو تصدير أي شيء على مستوى الطاقة النفط أو البضاعة أو غيرها. وبالتالي إسرائيل تعتمد على البحر المتوسط وعلى الموانئ الخاصة بها هنا. وأيضا أن هذه المسألة ترتبط بتأثيرات كبيرة إن ما جرى أي شيء على مضيق جبل طارق على أوروبا وكذلك على الموانئ الخاصة بالدول الأفريقية الموجودة هنا. هذا تطور كبير وخطير للغاية طبعا من قبل الجانب الإيراني. وشركات الشحن بشكل عام قد غيرت وجهتها طبعا إلى مضيق جبل طارق هنا، ومضيق جبل طارق ازدادت أهميته على مستوى الطاقة وعلى مستوى التجارة، ازدادت كثيرا في الفترة الأخيرة. 8 شركات للشحن العالمية غيرت وجهتها من استخدام البحر الأحمر لتذهب طبعا عبر أفريقيا القارة الأفريقية من منطقة رأس الرجاء الصالح لتقوم باستخدام طبعا مضيق جبل طارق لتصل طبعا إلى أوروبا أو إلى إسرائيل أو غيرها من الوجهات التي كانت تختصرها بالتوجه عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر. هذه المرة إيران تريد استهداف مضيق جبل طارق والبحر المتوسط. والسؤال هنا كيف من الممكن للجانب الإيراني فعلا وهو يبعد وإيران تبعد آلاف الكيلومترات عن هذه المنطقة من أن تحقق مثل هذه المسألة؟ حتى جماعة الحوثي بعيدة للغاية عن هذه المنطقة، من هنا ومن يتواجد هنا في هذه المنطقة؟ هنالك تقرير مثير قد صدر من قبل صحيفة بلجيكية وهي دي بيتيت. هذه الصحيفة البلجيكية في 23 يونيو من هذا العام كانت قد تحدثت بشكل واضح بأن هنالك قواعد لإيران في الجزائر، والأنظار هنا تذهب إلى الجزائر في هذه العملية. ودعونا نقترب من هذه المنطقة لكي نفهم ما الذي ذكر طبعا
من قبل هذه الصحيفة البلجيكية المهمة في 23 يونيو. سنلاحظ هنا بداية بأن هذه المنطقة تتواجد طبعا، وهنا مضيق جبل طارق، هنا البرتغال كما نلاحظ، وكذلك هنا إسبانيا، هاتين الدولتين هي المطلة، وتحديدا إسبانيا مطلة بشكل مباشر على مضيق جبل طارق، وأيضا ستلاحظ هنا المغرب المطلة على مضيق جبل طارق، وكذلك هنا الجزائر. الجزائر تعتبر حليفا استراتيجيا كبيرا ومهما بالنسبة لروسيا، وأصبحت لديها علاقات استراتيجية وكبيرة ومهمة مع إيران صدق أو لا تصدق، وهذا ما ركزت عليه هذه الصحيفة البلجيكية التي تحدثت بشكل واضح بأن هنالك في مخيم تندوف تتواجد هنالك عناصرا من حزب الله اللبناني، وكذلك عناصرا أيضا من الحرس الثوري الإيراني الذين يقومون بتدريب عناصر جبهة البوليساريو الذين طبعا يتواجدون من ضمن هذه المنطقة ولديهم سيطرة نوعا ما على الصحراء أو جزء من الصحراء الغربية هنا تقريبا بهذا الشكل. جبهة البوليساريو تصل سيطرتها تقريبا بحسب أحدث خارطة لها يتواجدون حتى المحيط الأطلسي كما تلاحظون هنا في هذه المنطقة، وبالتالي لديهم انتشار كبير. ودائما ما يتساءل الجميع لماذا القوات المغربية لن تتمكن أو لم تتمكن من فعل شيء لهذه العناصر، هي في حقيقة الأمر حرب عصابات صعبة للغاية أمام هذه القوات، وبالتالي حزب الله والحرس الثوري الإيراني يقومون بتدريب هذه العناصر بشكل مكثف، وهم يمتلكون صواريخا في تلك المنطقة وكذلك أيضا طائرات مسيرة، وتحدثوا بأن التحرك الإيراني والتواجد الإيراني هنا هو عبارة عن تواجد سري، ولكن هنالك تعاون، بالتالي لديهم عناصر مباشرة يتعاملون معها، وحتى عناصر جبهة البوليساريو هم لديهم نفوذ ويتعاملون معهم بشكل مباشر، وبالتالي طبعا هذا الأمر هو أمر خطير للغاية، لأن هذه الجماعات لديها القدرة ببساطة إن تم تفعيلها ستقوم باستهداف أي ناقلات ممكن أن تكون قادمة باتجاه مضيق جبل طارق وأن تستهدفها بشكل مباشر، إن كانت عن طريق جبهة البوليساريو أو عبر الصحراء الغربية بهذا الاتجاه بالصواريخ والطائرات المسيرة، وبالتالي يحققون ضربات مباشرة على الناقلات النفطية، وتصبح عملية حركة الناقلات النفطية والناقلات التجارية أو الشحنات أو غيرها لن تكون قادرة من المرور بسهولة على مضيق جبل طارق. ويجب أن لا ننسى أيضا بأن الجزائر والسواحل الجزائرية، والجزائر مطلة على مسافة 1200 كيلومتر على البحر المتوسط، وإن كان مثل هذا الفعل ممكن أن يسبب ضغطا على الحكومة الجزائرية، ولكن هذه المسألة ممكن أن يتم تصعيدها وأن تظهر قوى أخرى كما تحدث محمد رضا، طبعا محمد رضا الإيراني نائب منسق الحرس الثوري الإيراني قال لا تستغربوا أن تكون هنالك ولادة قوى أخرى هي التي تقوم بعملية مضيق جبل طارق والبحر المتوسط، بالتالي نحن أمام هذه القوى والأنظار كلها تذهب إلى الجزائر. الحكومة الجزائرية قد يكون من الصعب عليها الوقوف ضد هذه العمليات ومنعها، لأن المسألة مرتبطة بالقضية الفلسطينية، وهذه مسألة كبيرة وكبيرة للغاية حتى على مستوى الشارع الجزائري. وبالعكس أنت ترى هنا أيضا في نفس الوقت أن المغرب هي ليست قريبة من إيران، لا تمتلك علاقات مع إيران، بل تمتلك علاقات أيضا مع إسرائيل ولديها تطبيع مع إسرائيل. لاحظ نحن أمام جبهة مختلفة تماما في هذه المنطقة، وهنا من الممكن لمثل هذه العمليات إن بدأتها إيران فعلا وبدأت تحشدها هنا، فإن هنالك دول مطلة مهمة على هذه المنطقة ممكن أن تتأثر بشكل مباشر، ونتحدث هنا طبعا عن دول مثل إيطاليا، هنا إيطاليا تحديدا، وهذه هي ستلاحظ هنا فرنسا، وأيضا هنا إسبانيا كما تحدثنا، وبالتالي هذه الدول الأوروبية بسرعة ستتأثر إن كانت هنالك سفنا متجهة لها، بغض النظر كانت إسرائيلية أو غير إسرائيلية، الحركة التجارية إن تأثرت هنا سيتأثر كل شيء، وبالتالي نحن أمام حديث عن معادلة جديدة إيران تتحدث عنها، في نفس الوقت التصعيد مستمر في المياه الإقليمية.